الأولى دي بتاعت المدرسة أو بتاعت معهد الباليه، بنت جميلة أكيد كان في حب الطفولة، حب مراهقة، حب الأولاني. آه دي مشكلة كبيرة. أنا والدتي كانت ست الله يرحمها قوية جدا، وكان والدي بيطلق عليها مارجريت تاتشر، السيدة الحديدية. هي أمي المرأة الحديدية. زي ما عندها 4 رجالة بتربيهم، كنت أنا برضو في العدد نمرة 5 يعني. 5 راجل. فانا ما اتدلعتش خالص. ونرجع لاجابه السؤال اللي قبل كده، ان انا اتدلعت؟ لا، انا ما اتدلعتش خالص، لدرجه ان انا حتى ما عرفتش ادلع بنتي. يعني انا ما بشوف حد، يعني بستغرب، بشوف الاقي مثلا حد طويل كده مامته مقعداه على رجله وقاعده تحسس على شعره، طبطب عليه، مش عارف ايه الكلام ده. طبعا مش وارد عندي خالص، ما كانش عندي في القاموس. يعني القاموس عندي بيبدأ من الساعة 5:30، أصحى عبال لما أعمل شعري وأحضر حاجتي وأخدها وأنزل 6:15 أكون في الباص عشان أوصل من شبرا للهرم. أوصل حاجتي كلها جاهزة، اللبس بتاعي، ألبس علشان أدخل، علشان الباص اللي بيجيبني هو نفسه الباص بيروح الزمالك بعد كده يجيب الخبرة ويرجعهم. فطبعا ما فيش حاجة اسمها انا بتدلع او انا مش بتدلع. انا عندي حصص بخلصها وبعد كده بطلع اخد المواد الثقافية بتاعتي او الدراسة اللي زي كل الناس ما بياخدوا في المدارس. ومدام عنايات الله يرحمها عمدة المعهد في هذا الوقت، يعني كانت تقول المعهد اسمه معهد الباليه، اللي يسقط في الباليه يترفد، لكن اللي يسقط في الدراسة يعيد. ففي البيت عندنا ما كانش فيه الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها أسقط. أسقط ده يعني هخرج من المكان اللي أنا بعتبره الجنة بتاعتي. فده بالنسبة لي يعني مش ممكن، لدرجة لما أنا كنت أسخن أو أعيا أو كده أقول لهم برضو هروح، أنا هروح المعهد. ما فيش تروحي، لا أنا هروح. طب أنا هنام وأنا تعبانة، إذا مت مشوا الجنازه بتاعتي قدام المعهد عشان يعرفوا ان انا مت، ما كتبش غياب. للدرجات دي؟ للدرجه انت دي. جايه تسالي عن الحب الاول؟ مفيش حب، ما كانش عندي بقى الكلام ده. وبعدين والدتي فهمتني ان دولت زمايلي، كانه وفعلا احنا زمايل. ما فيش حاجه يعني، مع ان في عندنا مثلا في المعهد كنت بشوف زميلاتي وزملائي الكبار بيحبوا بعض، وفي منهم اللي اتجوز بعد كده، لكن انا كان عندي التزام في البيت، التزام في الدراسه، التزام. بعدين عندنا حاجات انه ما ينفعش انا ابقى بحب مثلا عمرو وهرقص مع مجدي. يعني مجدي اللي هيكون البارتنر بتاعي. فمثلا ما ينفعش، لا انا مش عايزه مجدي. ما فيش حاجه اسمها مالكيش راي. يعني انتي أداة في إيد الخبير، هو شايف أنت عايزة تعملي إيه، أنت تصلحي لإيه، هو بيوظفك. يعني ما دقش قلبك خالص طول فترة المدرسة والمعهد لحد ما دقش للأسف. يعني تقريبا ما كانش عندي قلب، ما أنا بقول لك يعني يعني خالص لا لا لا، ما عنديش المشاعر دي. طب هاتي لنا المصحف تحصل إيه؟ لا هقول لك. ممكن يبقى عندك فرصة، يعني مثلا الناس بيروحوا بعد المدرسة فبيبقى عندهم وقت شوية، بيناموا، بيصحوا، بيشوفوا ابن الجيران، مش عارف ايه، ما بيكونوش شافوه في المدرسة، لأنه مثلا المدرسة دي ابتدائية إعدادية ثانوية بنات. فلما بتشوف يعني راجل أو شاب أو ولد بيحصل عندها حالة. لكن انا زمايلي دول معايا قاعد جنبي في الباص، نزلنا قعدنا مع بعض في الكلاس واحنا بناخد المواد الثقافيه بتاعتنا، الدراسه العاديه. انا مشغوله بشوف رجلي، متعوده عليهم زي البنات معاكي، فما فيش دول فرق. خلاص اخواتي يعني، زيهم زي في البيت. فما فيش بالنسبه لي حاجه. يعني مثلا ايه، ممكن حد لو قلنا، انا بقوم كتير، لو قلنا حد مثلا بيمسك حد من جنبه من وسطه مش عارف ايه، ياي انا بغير، لا ما فيش كده. ما احنا عندنا هو بيمسكني وبيساعدني، فانا لو فكرت في حاجه غير اللي انا بعمله
وممكن اكسر ظهره. فما فيش عندنا الكلام ده، ما كانش عندي يعني للاسف. ما حسيتش المشاعر دي.